مرحبا بكم. ماذا تعرفون عن كوكب المشتري؟ من خلال ما قرأناه في الكتب المدرسية وصفحات الإنترنت، قد يبدو لنا أن كوكب المشتري ليس بالأهمية التي تسترعى انتباهنا، ولكن في الحقيقة أنه أكثر الكواكب غموضا من حيث بعدها عن الشمس وترتيبه الخامس في المجموعة الشمسية، وكونه أيضا أكبر الكواكب فيها. وفي هذا الفيديو سنتابع بعض المعلومات التي ستعرفونها لأول مرة. وقبل البدء بالفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. كنا قد ذكرنا أن المشتري أكبر الكواكب، لا تنخدع بلونه الرملي وشكله الكروي إطلاقا، ووزنه يعادل 11 مرة وزن الأرض، وكذلك حجمه يصل إلى 318 أضعاف الأرض. فلو اجتمعت كافة الكواكب سيظل المشتري هو الأكبر عنها مرتين ونصف. ربما تكون هذه المعلومة صادمة لكم. هو الكوكب صاحب أكبر مجال مغناطيسي من حيث الحجم والمساحة، ويوجد به نظام تثبيت الأقمار الصناعية بكافة أشكالها، فهو بمثابة الشمس التي يدور حولها الكواكب. توجد نسبة من الهيدروجين بالجو تفصل بين الأقمار المحيطة به. هو كوكب لامع يشبه للشمس كثيرا، والسبب في هذا اللمعان هو حجمه، وعندما ننظر له بالتلسكوب نجد سطحه داكن اللون. أول صورة التقطت للكوكب كانت في الثالث من ديسمبر من عام 1973 من قبل أول سفينة فضائية وصلت إليها. وفي عامي 1973 و1974 وجدت سفينة الفضاء بايونير 10 و 11 التي وصلت إلى المشتري شيئا غريبا، حيث وجدت حقلا مغناطيسيا أقوى بكثير من الحقل الموجود على الأرض، وأيضا إلكترونات سريعة الحركة وعالية الطاقة. وفي عام 1995 حتى عام 2013 أجريت عدة تجارب عن طريق القمر الاصطناعي المثبت للكشف عن كوكب المشتري، ومن خلال الصور التي التقطت إليه عن كثب تم الكشف عن عواصف شديدة. فإن كوكب المشتري آخر كوكب قد نفكر بالعيش فيه كفرصة أخرى، حيث حتى وإن بدا مظهره من الخارج هادئ إلا أنه يختلف عما يدور على سطحه. فتلك البقعة الصفراء التي ترونها تتسع للعالم بأكمله، وعلى تلك البقعة الحمراء على سطحه تهب رياح شديدة تصل حتى 400 كيلومتر، ونتيجة قوتها يغطى المشتري دائما بالغيوم في الغلاف الجوي، وكلما زاد العمق يزداد الضغط ودرجة الحرارة، وذلك الارتفاع في درجة الحرارة والضغط يجعل الهيدروجين أسفل السحب سائلا موصلا للكهرباء، ومع ذلك فإنه لا يحتوي على سطح صلب عند أي عمق، والذي تم إدراكه من أنماط السحب التي تعود إلى مناطق المشتري. إنه يستفاد من تركيب العواصف والأعاصير بالعالم، وتعرف هذه العواصف بالبيضاويات البيضاء والبيضاوية البنية. كما لوحظ أن البيضاويات البيضاء كانت عبارة عن سحب باردة أعلى من متوسط برودة السحب في كوكب المشتري، أما البيضاويات البنية هي أكثر دفئا وأقل سحبا، ولذا يصعب وجود حياة على سطحه نتيجة تلك الأجواء. يعتبر المشتري هو صاحب أكبر عدد للأقمار التي تسير حوله، وينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأقمار الداخلية، توجد في المدار الأقرب إلى المشتري وتسمى أحيانا مجموعة أمالاثيا. أسماه أشهر تلك الأقمار وهي ميتسا وأدراستيا وأمالاثيا وثيبي. أما القسم الثاني فهي أقمار غاليليو، وهي أكبر أقمار كوكب المشتري، تم اكتشافها من قبل غاليليو عام 1610، وتتكون من أيو وأوروبا وغانميد وكاليستو. والقسم الثالث هو الأقمار الخارجية، هي الأقمار الأصغر حجما والأكثر بعدا عن المشتري، بالإضافة إلى ذلك هناك مسارات غير منتظمة وبيضاوية الشكل، معظمها كويكبات يلتقطها المشتري. يستغرق 11.86 سنة على كوكب الأرض للقيام بجولة حول الشمس، ولذا فإن سنة المشتري أيضا تقدر ب 11.86 سنة على الأرض. المسافة إلى الشمس هي 750 كيلومترا، وبينما تستغرق الشمس للوصول إلينا 8 دقائق و20 ثانية، فإنها تصل إلى المشتري في 43 دقيقة. لا يوجد في المشتري تنوع في المواسم كالكواكب الأخرى، وسبب هذا أنه يمتلك إمالة محورية تبلغ 3.17 درجة فقط، وهو بذلك أكثر انحدارا من عطارد. هناك نظام حلقة ضعيف حول المشتري، هذه الحلقة عادة ما تكون مصنوعة من الغبار،
ولذلك ليس من السهل رؤيتها، ويعتقد أنها تتكون بفعل جاذبية الكوكب للحلقات والمواد الملقاة من الأقمار. أما الاحتمال الآخر هو أن قمرين صغيرين يصطدمان معا. ومن أهم مميزات كوكب المشتري هو أنه يصدر طاقة أكثر من الطاقة التي يتلقاها من الشمس، حيث أن الكوكب كبير للغاية، ونتيجة لهذه الكتلة الضخمة يجبر المشتري بقوة جاذبية قوية من شأنها أن تتسبب في تفكك الكوكب كله. وينتج عن التأثير التراكمي لهذه القوة الداخلية كمية كبيرة من الحرارة، والتي تشع في الفضاء. ومع ذلك لا يعرف السبب وراء برودة كوكب المشتري، ولكن يعتقد أن الجمع بين الكبريت والفوسفور في غلافه الجوي يؤدي إلى ذلك. يعتقد البعض أن الرياح ودرجة الحرارة الداخلية للكوكب تؤدي إلى هذا، في حين أن البعض الآخر يرجح سرعة دوران المشتري، وهكذا ستدرك هذه الألوان الغامضة في الوقت الحالي. إن قمر آيو الذي يدور حول كوكب المشتري هو المادة البركانية الأكثر نشاطاً في النظام الشمسي، ولأنه الكوكب الأكثر قرباً إلى المشتري، فهو دائماً ما يقلق سطح كوكب المشتري بالانفجارات البركانية. تلك البراكين الثائرة تؤثر على لون السطح الخارجي له، وكذلك الكواكب المجاورة له. إن رأيت ذلك بالتأكيد ستظن أنه يوم الحشر. نعم، إن الألوان التي ترونها من بعيد على هذا الكوكب نتيجة العواصف تختلف كثيرا إذا اقتربتم، ولذلك لا يمكن الاقتراب منها كثيرا. وإن حاولنا رؤيته رغم ذلك سنهلك حتما، فقليل جدا هم الأشخاص المحظوظون الذين يستطيعون رؤية المشتري على مقربة منها. ويجب علينا أن نكون ممتنين له، حيث أنه يمنع أي عنصر سيصطدم بنا من الاقتراب بفضل كبر حجمه وقوة جاذبيته. كوكب المشتري يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأجسام اللامعة في السماء بعد كوكب الزهرة والقمر. فإن رأيتم شيئا لامعا بالسماء من المحتمل أن يكون المشتري، وللتأكد من أنه ليس شيئا آخر يجب الحصول على معلومات جيدة. فبالرغم من ابتعاده عن الأرض إلا أننا يمكننا أن نراه لامعا بالسماء بالعين المجردة، وذلك يعكس مدى كبر حجمه. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.